وإلى الدراويش والإسماعيلي يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري على حساب الإنتاج. يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي منافسه الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية. ويسعى الجهاز الفني للدراويش بقيادة عماد سليمان لتحقيق الفوز الأول في الدوري بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي، فيما يسعى شوقي غريب مدرب الإنتاج لخطف النقاط الثلاثة في بداية مشواره بالمسابقة بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الأولى. ويغيب عن الإسماعيلي مدافعه شريف عبد الفضيل بعد إصابته بشد في عضلات السمانة، بينما يغيب عن الإنتاج الحربي الثلاثي أحمد مجدي ومحمد سوستا للإيقاف والغاني بابا أركو للإصابة في العضلة الأمامية. مشاهدينا انتهت أخبارنا المحلية، فاصل قصير ونروح لأخبارنا العربية.